معايا سمبوسه بتتحمر في الزيت، سمبوسه بالخضار، وانا عارف ان انتوا شطار فيها. بتجيب بسله، جزر، بطاطس، يتشوحوا على النار يتسلوا، وبعد كده بنحشيهم في السمبوسه بتاعتنا. ولكن لما بقول سمبوسه بالخضار واللحمه، هي الفكره كلها ان انا بديك افكار لعمل السمبوسه، ولكن هي الطريقه واحد عشان نبقوا متفقين على المبدا ده. انا كده بس عايز اهد النار شويه على المقلوبه. خلي بالك التركيز مع المقلوبه، لانك انت بتعمليها على عين البوتاجاز، ممكن تدخلها الفرن، خلي بالك. بس انا عايز اعملها على عين البوتاجاز. هد النار كده واسيبها. حلو. اخبار السمبوسه ايه؟ الله 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 الله، شوف السمبوسه بتتحمر، تجوع. رمضان كريم. نجيب طبق حلو للتقديم. يلا شوية سمبوسة بالخضار واللحمة المفرومة، وتحت منهم شوية نعناع حلوين كده. اللهم صل على النبي. هو ده كده. عندي تاني مقلوبة هقلبها بعدين، وهنا بالسمبوسة. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه الحلاوة ده؟ ايه الحلاوة ده؟ مكانها فين؟ مكان الخاص. السمبوسة مقاديرها حطيها على الشاشة. الله يبارك لك يا استاذة ريحان. خضار مشكل يعني بسلة وجزر. هتجيب الكيس من السوبر ماركت، انا معايا بسلة وجزر اهيت. ايه رايك احطها لك كده حبيب قلبي؟ يلا زي ما تحب، انا معاك. وعنا بطاطس متقطعة كريهات صغيرة، ومقادير السمبوسة على الشاشة. اللهم صل على النبي. ومعانا لحمة مفرومة، ومعانا عيش متحمص،